الاخوان، اول حاجه قبل ما نبداو الهدف ديالنا في هذا الفيديو هو 20000 لايك باش نعرفكم انكم كيعجبكم هذا الفيديو ديال القرايه. علاش لما نبداوش كونتوني كندير لكم فيديوهات على ليسونس الماستر الخدامي، خصنا نعرف كيهموكم باللايك في هذا الفيديو. اوكي خلي لايك ديالك ونبداو. هاد باش تخرجوا دي عند شوافه تقراو شو نسالي وطني نتزوجو دخلنا خوان حط الورقه ما الجواج الاول خرجت وخلاتني راني زوينه راه هذا انا من الاخر ابحث على امراه مطلقه. انت عندك الباك، عندك اكثر من الباك، واش كدير؟ خدام في شوف تاب خدام على التليفون ما كملش. جاني الجوع وخرج. حنا على بعد قل من سيمانه ولا جوج باش يدوزو صحاب السيزياب والباك، كل من الامتحان الوطني والجهوي، امتحان اللي كيكون ختام التعليم تلقيتيه لمده ما بين 12 ل 15 عام، ما بين التحضيري كاين اللي كيقراه كاين اللي لا، الابتدائي الاعدادي والثانوي، والامتحان اللي كيحل ولا كيحدد نوعا ما المستقبل ديالك، فعلى حسب النقطة اللي غتجيب، على حسب الجامعات اللي غتقدر تدفع لهم وتلتحق بهم. من غير هادشي وكنظن أن هذه أهم نقطة، الحصول ديالك على الباك كيخليك تمشي تكمل قرايتك على برا، كمثال الأغلبية الساحقة ديال الناس اللي كتعرفهم ساكنين على برا من العمر ديالك مشاو تخافي على القرايه والباك ديالهم، بحال قلتي هو الفيزا ديالك باش تمشي لبرا. اضافه انه ملي كتمشي لبرا كتاخد واحد لاكارت سيجور اللي كتمكنك من انك تنقل في اوروبا كامل، مثلا كنتي فان ديال ريال بارسا يمكن لك تزور كامب نو برنابيو وتزور اماكن لطالما حلمتي بها. هنا في قبل ما ندخل في الموضوع اللي غيكون على الامتحان ديال هذا العام، بما ان الاغلبيه الساحقه اللي كيتفرجوا دابا مقبلين على الامتحان، كنغنصحكم كاملين بالاجونس ديال نيبا. بالنسبه لاي واحد بغى يمشي يقرا على برا، اسبانيا، فرنسا، المانيا، كندا، امريكان، قبرص، تركيا، الصين، فين ما بغيتي، راه هي احسن اجونس في المغرب. كتقيدك وكتوقف معاك تمشي للمدرسه فين باغي. ناخذ اسبانيا كمثال، بزاف صحابي جاوا بها. خير مثال بوسحاق اللي كاين في مدريد، يوتيوبر كلكم كتعرفوه. تقول لي كيفاش يمكن لي نمشي اترافيغ نيبا؟ سهله، خليكم واحد الفورمولير في الديسكريبشن او الكومونتير، يكفي انك تعمرو غتاخذ منك دقيقه وهما غيتواصلوا معاك يوم الاحد غالبا غدا. ولا يمكن لك انت تمشي لاي مركز ديالهم راه كاين في مختلف مدن المغرب، تمشي لاقرب وحده ليك وتقول لهم راني اترافيغ فاروق وغينقصوا لك في الثمن 100%. اخوان اكثر من 3 سنين وانا كنخدم معاهم ولا انا معاهم في الخدمه غادا بروفيسيونيل وامبيكا، كاع الناس اللي كيمشيو فرحانين وراضيين. فعمروا الفورمولير اللي هو اسهل طريقه ونبداو الفيديو ديالنا. كاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. اول حاجه كنبغي نقولها للتلاميذ المقبلين على الامتحان هي كيف ما كتعرفوا هذا العام بالضبط كان عامر اضرابات ديال بصح شي شهر ولا شهرين مشات من البروغرام، امر اللي ينعكس سلبا على التلاميذ ديال البيبليك بما ان بريفي كانوا مخلصين والاساسي تبقى كيقريو دونك البيبليك هما اللي تافكتاو. ولكن على حسب ما سمعت فراه كان تعاون كبير في النقط ديال الدوره الاولى سواء البيبليك ولا البريفي، بالاضافه انهم حيدوا بزاف الدروس من البروغرام، يعني من البدايه كيبان انه كاين واحد النوع من التعاون في الامتحان. دابا ناخذ سيتواسيون ديالك انت وانت على بعد اسبوع واسبوعين من اخذ الامتحان. اول حاجه صحك بيا تعطي الاهميه للمواد اللي عندهم كويفيسيون طالع معامل طالع على حسب الشعبه ديالك. النقطه الثانيه هي انك تعطي اهميه اكبر من هادشي كامل المواد اللي غتبدا بها النهار الاول، حيت الا مشيتي دوزتي الامتحان الاول مزيان وخرجتي راضي وامتحان اللي مراه في العشيه وانت راضي وفرحان غتزاد الثقه ديالك بنفسك وغادي يقل الستريس عندك في الامتحانات الاخرين وغدوزهم باريحيه وسهوله. دونك راجع ليا مزيان المواد اللي عندهم كويفيسيون طالع خصوصا المواد ديال النهار الاول، خصوصا المواد اللي غتبدا بها كاع فباقي 14 يوم مازال عندك ما تعتق. وهنا فين واحد من اهم النصائح اللي عاونتني شخصيا، بما انه باقي 14 يوم حاول تشد دوز امتحانات ديال السنوات اللي فاتوا في الشعب اللي عندك نقص فيهم وتصححهم وتشوف الغلط فين عندك وتحفظ الاجوبه ولا تفهم كيفاش داروا. فراه بزاف 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 ما تصورش شحال الاسئله ديال الامتحان الوطني كيبدلوا على الارقام كيخلوا عام في السؤال ديال السنوات اللي فاتوا. مثلا كتلقى السؤال داروه لهم في 2021، السؤال الثاني داروه لهم في 2019 وانت غادي صعيب تلقى شي حاجه جديده ما عمرهم ما حطوها. دونك راجع ليا الامتحانات اللي فاتوا وقرا على التصحيح، لخص ليا دير ليا ملخصات وبارطاجها مع صحابك. انا فين كنبغي نفتح واحد القوس اخوان، اي واحد ملخص ولا عنده ملخصات ما فيها باس تقول بها صحابك ولا صحاباتك، سير صيفط ليهم بارطاجيو لي ريزومي. راه بقاو عندك راه من هنا جوج سيمانات ما بقاو ساويين والو غتلوحهم. اوكي سو بارطاجي لي ريزومي، انا ما غاديوش معاك. انا بيرسونيلمون كنت فيما كنصيفط لك الريزومي ولا كنلخص شي حاجه بارطاجيها مع القسم كامل كنصيفطها في جروب كاع، حيت اش دير بها عندك؟ ما يكونش عندك هذاك التفكير ديال لا انا تعذبت عليه لا صيفطتو لي غيفوتني بغا ياخذ فابور، لا دير الخير وغتلقاه، ما تعرف دير الخير ومصحح فرقتك كيدير نفس الحاجه. انا بيرسونيلمون جبت مونسيون تري بيان وكنت كنبارطاجي كلشي، دونك اخويا والاختي ما فيها باس تبارطاجي معاهم. فراه الهدف هو كلشي ولا كاع صحابك ولا صحاباتك تشوفهم التحقوا ولا فاتوا الباك. دابا حنا كنا كندويو دابا على جوج سيمانات قبل ندوزو نهار الامتحان، شنو خاصك دير نهار الامتحان؟ اول حاجه فيق ساعتين قبل ضروريه، كاين اللي كيفيق
ما عرفتش كيوقع لي غلط في الريفي ولا كتجي الناسه ولا كذا كيلو فيق معطل وغادي كيجري كيوحل في الترونسبور فيق على الاقل ساعتين قبل حاول تنس مزيان باش مرتاح واخا صعيبه شويه بالستريس دير لك شي قهوه اللي حاجه تفيقك عصير ما تقلش عاوتاني وقرا لي دوك الملخصات ديال الماده الاولى ما تفكر في حتى شي ماده اخرى على الماده الاولى اللي عندك بحال المواد الاخرين ما كاينينش على الماده الاولى اللي عندك خرج مرتاح فين ضروري ما تكون موجد كيفاش غتمشي للمدرسه اللي غدوز فيها ديجا كيقولوا عليكم سواء على رجليك الا كانت قريبه طاكسي ولا شي واحد غيوصلك دونك كون فاهم معاه ويجي قبال من الوقت باش لو وقع شي غلط عندك فين تعتق الموقف بالاضافه لان المؤسسه اللي تمشي لها تكون عارفه فربعه المرات كيكونوا جوج مؤسسات ملاصقين تقدر تلف وتدخل الاخرى انا بيرسونيل من نهار دوز الباك الناس ديال كازا كيعرفوها كاين الولاده ومولاي ادريس جوج مدارس ملاصقين دوزنا صحاب ليكونومي و اس في تي و بي سي واحد الدري صاحبي ايكونومي مشى جلس مع صحاب البي سي تبقى 5 دقائق الامتحان جا مول الطاوله وقلنا ويجرح كيجري جاب الله ما درت ملاصقين وقدر يتدارك الموقف 5 دقائق مشى كيجري ودخل كان غير يسدو عليه دونك عرف المدرسه اللي غتدخل فيها وتاكد انك دخلها هي نيت وانك معك صحابك من الشعبه ديالك داخلين معك دابا انت دخلتي المدرسه هي هذيك معك صحاب الشعبه ديالك الطاوله ديالك جلستي تاكد من انك عندك السيلوات وما هذوك نورمالمون كحلو ازرق خضر كي اللي ما كيشوفوش دونك كحلو ازرق واهم حاجه مسطره وكالكولاتريس كالكولاتريس ضروريه ديماك بلونكا وما تكثرش منه مي كالكولاتريس كنأكد عليها حيت المهم مثلا في الايكونوميكس تستخدمها في مختلف المواد ولا في المات ولا في فيزيك وراه واحد ما غيسلفها لك دونك ديما كالكولاتريس ديالك حاجه اخرى من الاحسن تكون عندك شي حاجه كتراقب بها الوقت كيفاش كيدوز باش تمانجي وقتك علاش لا ما ديش معك شي مكانه ما تلبسهاش انت كاع حيدها وحطها قدامك وبقى تشوف فيها الوقت حاجه اخرى مهمه هي انه هما ما عطاوك ثلاثه تسوف في شي ماده ولا ساعتين في شي ماده تعرفين علاش دونك خذ المده الكامله ديال الامتحان ما تساليش الامتحان في ساعه ساعه ونص ساعه وثلث وتخرج اهم حاجه انك انت ما معمرش الاجوبه ما تعرف الاخر يسال عليك الله ولا شي واحد عطاك شي جواب ما تعرف بقى جالس في القاعه تكمل السوايع ديالك كاملين راجع عاوتاني ما تشدكش البارانويا والوسواس ديال شي حاجه تكون عندك صحيحه وتمسحها مي داكشي حدو قدو راجع خص الاسئله اللي عندك خاوي بقى تفكر فيهم وهذا ما كان اوكي خذ وقتك الكامل اما باش تخرج قدو كذا ما بلاش نبقى في موضوع ديال الخروج ساليت الامتحان ما تخرجش تبدا تقارن الاجوبه ولا تسول على الاجوبه ديال الاخرين بتاتا علاش حتى تدخل فواحد الحرب نفسيه مع راسك اوكي مثلا انت كتقول لهم شحال خرج لكم السؤال الاول 112 قال انا خرجت لي ناقص 4 والاخر كتلقاته وقال لك ناقص 4 دونك كيسحب لك انت اللي غلط الاخر كيقدروا هما بجوج لانهم غلط ما تسمعش ليا الاجوبه هرب ما بالكش انا كيدوي على الاجوبه هرب باش تعيش فواحد الراحه النفسيه باش تدوز امتحانات الاخرين اما تخيل معايا انت تبدا تقرن الاجوبه ديالك تلقى عندك الاول غلط الثاني غلط الثالث غلط الرابع غلط بين نفسي غتدخل في الامتحان الجاي ما نفك فورا تعرف الاجوبه ديك الساعه اللي كيهمك هو الامتحان دونك زيرو اجوبه ما تقارنهمش ما تسولش نقطه اخرى انت كدوز امتحان عندك وياك تحبط مثلا انت موجد واحد المحور ولا واحد الدرس في الفلسفه لقيتيه ما تحطش تحط لك واحد اخر عندك يدك في راسك وتحبط وتدمر تعطي ورقه خاوي ولا شي حاجه وياك اهم حاجه والنصيحه ذهبيه ديما حضر لكاع المواد عندك تشي تفادى ما تحضرش شي ماده راه غتمشي استدراكيه وتفادى باي طريقه الزيرو ما شنو كنعني انه راه بديك المقدمه واخا تكون ديال محور اخر شي حاجه في العرض شي حاجه في الخاتمه راه تقدر تدون واحد 3 4 5 نقاط هذيك كنقول لك سوء حاجه وكاسوء سيناريو ما في احسن واحد هو يتحط لك داكشي اللي باغي ان شاء الله نبقاو مع امتحان واخا هادي حاجه بليده اول حاجه ديما تاكد انك تكتب سميتك الكامله في الاخر الامتحان انك تسيني اعقل عليهم باش ما تشدكش الوسواس ملي تخرج ناري ما سينيتش ولا كذا زيد على انه في وسط الامتحان الا لقيتي واحد شي سؤال اكثر من ثلث ساعه عقل عليها ثلث ساعه دوز السؤال اللي موراه خلي خاوي ولا بديتي فيه ما كملتيش خلي خاوي ودوز السؤال اللي موراه ما جاتش تضيع ثلث ساعه ولا نص ساعه في سؤال عليه نقطه وتخلي 19 نقطه بقى ساعتين الاخر ولا ساعه ونص الاخر اوكي سوق قسم وقتك مزيان ما تضيعش الوقت بزاف راه وخا تبان لك ساعتين ثلاثه السوايع تقدر تسالي في اي لحظه ساليتي امتحان ديال الصباح سرح لك شويه وبدا ليا في المراجعه ديال الامتحان اللي عندك موراه خصوصا الا كنتي ساليتي النهار ديالك وبقى عندك النهار الثاني ديك اربعه السوايع اللي عندك في العشيه حبه لو تراجع على الامتحان اللي جاي والملخصات كيف ما كنقولوا غتنفعك بزاف واخا المراجعه كدير قبل مي باش ترسخ داكشي كيف ما قلنا وكنعاود ناكدها حاول تفادى الزيرو والغياب باي طريقه حتى الجوج ومن غير لك شي صداقية 100% اي حاجة اخرى لا حاجة اخرى هي انت ساليتي امتحان الاخر ديالك امتحان الاخير على حساب الشعبة عندكم يومين او ثلاث ايام تقدر باش تستافد من الوقت تبدا تعرف شنو غدير مورا الباك يعني تبدا تحضر السيناريو جبت 12 الى مدرسة غنتفع عليها جبت 14 الى مدرسة غنتفع عليها 16 الى مدرسة غنتفع عليها واهم حاجة الى كنتي بغيتي تمشي على برا واللي كنصحك بها اين اجونس الدفع معاها راه طريقك نحو برا وما لي اجونس سورتو لوروب يعني ما حدك حطيتي هاد لي سيناريو مثلا انت بغيتي تمشي على برا مع تخرج لك النقطة سير ديريكتومون لاجونس وقول لهم دفعوا ليها باش يبقى عندك الصيف دوزو مورا تمشي تقرا على برا وكيف ما قلنا احسن اجونس اللي كنصحكم بها انايا ما ينصبوا عليك ما غيديو لك فلوسك غيقيدوك في احسن مدرسة بغيتي انت وباحسن ثمن اللي فخيت الدوسي اللي قلتهم جايين من عندي هي نيبا يكفي انك تعمر الفورميلا اللي لتحت ولا نخلي لكم رقمهم ولا تمشي عندهم البيروات ديالهم نخلي لكم لي زادريس علاش كندير هادشي حتى انا كنت محتاج اجونس نهار دفعت وما لقيتهاش ولا سولتوني انا شخصيا عندك بزاف ديال الشوا اما تبقى في المغرب بزاف المدارس كاين في المغرب تبوستيلي لهم وتبريباري لهم ولا تمشي على برا مي انا شخصيا نفضل تمشي على برا علاش حيت كتعلم بزاف
حوايج ابر القرايه، منها تعتمد على نفسك، منها انك تدوز بزاف د الحوايج اللي كيبنوا لك شخصيتك. مثلا كتمشي عند التلميذ ولا شاب دوز 3 سنين في الغرب الراسو، ماشي هو واحد بقى 3 سنين في المغرب الراسو، هذاك تلقى تعلم بزاف د الحوايج على الاخر. وعادش برا كتكون واحد الاتموسفير ديال انك من مونطالمون كتبدل، كتقول خاصني نرجع للمغرب دير شي حاجه. دونك هادو هما اهم النصائح كنقولهم ليكم. نتمنى ان بقى جوج سيمانات تراجعوا الفروض اللي كانوا والتصحيح ديالهم، بارطاجيو مع صحابكم شي معلومات جاتكم، والله عاد الخير غتلقاه وعقل على هاد الجمله مزيان. وما تنساوش انه الا بغيتو تمشيو على برا احسن اجونسي هنا. الا وصلتي لهاد المرحله من الفيديو بغيتو كومونط ليا قرايه اخوان، بغيتكم تسيبورتو هاد الفيديو ديال بصح، ما كنزعمش عليهم بزاف باش تعرفوا واش كيهمكم ولا لا، علاش لا من بعد ندير لكم شي فيديو على الجامعات الماستر، خصنا نعرفكم انكم كيهمكم. هكا كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا، كنبعكم فرق لايف ونتلاقاو الفيديو الجاي. تهلاو لي فراسكم. عمري شفت شي تشيكا بحالك هكذا ونيا، ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا، لازم جاري معنا فحالنا تزاد.